بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، شخصية هذه الحلقة المباركة من قصص الأنبياء ونبي الله هود. وهود بعثه الله لقوم عاد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى عاد أخاهم هودا، في سورة الأعراف. وهو أول نبي من نسل العرب، وأرسله الله تعالى لقوم عاد في حضرموت بالأحقاف. وقوم هود هم قبيلة عربية كانت تسكن جنوب جزيرة العرب في الأحقاف، والتي تقع الآن بين عمان وحضرموت باليمن. وأغناهم الله عز وجل ورزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون، فأنشأوا حضارة عريقة مزدهرة، وتميزوا بالحضارة ديالهم المعمارية، وكان يضرب بهم المثل. قال الله عز وجل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أي أنهم في ذاك الزمان استطاعوا أن يبنوا المصانع وأن يبنوا البنايات الشاهقة، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم الريح العاتية القوية ودمرتهم. قال سبحانه وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. أحبتي الكرام، الدرس المستخلص من قصة هود مع قومه أن الله عز وجل يريد منا أن نشكره على نعمه بدل المعصية، ولذلك من تمام شكر النعم أن نحمد الله تعالى. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك الدرس الثاني المستفاد من قصة هود والتحذير من الغرور، التحذير من القوة والبطش على أضعف خلق الله عز وجل، لأن هذا الغرور يقود إلى عواقب سيئة ونتائج وخيمة. قد رأينا مصير قوم عاد وما من الله تعالى عليهم من النعم وما أنعم الله تعالى عليهم، حيث يعني كانوا حضارة قائمة الذات، ولكن طغيانهم ولكن جبروتهم ولكن عدم تواضعهم أدى بهم إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك من شيم المسلم أن يتواضع لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه. لذلك أحبتي الكرام، ونحن نعيش في شهر الصيام، في شهر القيام، في شهر القرآن، علينا أن نتواضع فيما بيننا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يطغى أحد على أحد. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين.